الجزء التاني من الفيديوهات هيتكلم عن الجزء من صفحة 14 لصفحة 23. وقفنا المرة اللي فاتت عند الدراي اير دراير لو تمبريتشر دراينج. هنتكلم دلوقتي في السيرفيس يونت. السيرفيس يونت هي المكونة من ثلاث أجزاء: الاير فلتر، البريشر ريجوليشن ويز بريشر جيج، اند الاير لوبريكان. اير فلتر، بريشر ريجوليشن، واير لوبريكان. شكل في الدايرة هيترسم بالشكل ده. لو حد مش عاوز يرسم ده ممكن يرسم ده على طول. طيب ايه ده؟ ده الفلتر، ده البريشر ريجوليشن، ده البريشر جيج اللي هو قال بريشر ريجوليشن ويز بريشر جيج، وده الايه؟ اللوبريكان. هتلاحظ هنا ان السيمبل ده كل نقطة من دول ليها حاجة. ده فلتر او هنا، ده بريشر جيج بالبريشر ريجوليشن بريشر جيج، ده اللوبريكان. طيب لو زود لوبريكان، يعني مفيش لوبريكان، هيشيل الجزء بتاع اللوبريكان خالص وهكمل الدايرة عادي خالص. وهنا نفس الكلام، اشيل الايه؟ الخط ده اللي هو بيعبر عن اللوبريكان، يبقى هو دي الدايرة ايه؟ من غير لوبريكان. هنتكلم على كل كومبوننت من دول شوية تفصيلا. ايه اول حاجة؟ اول حاجة الاير فلتر. الاير فلتر هدفه هو انه يزيل بعض المكونات العالقة بالهواء، زي في بعض السوليد بارتيكوليتس بتكون موجودة في الهواء، صح؟ في بعض المتعلقات بتبقى موجودة في الهواء انا مش عاوزها جوه السيستم بتاعي. بيحصل الكلام ده عن طريق مرحلتين. المرحلة الاولى، تمام، هي السورل. ايه السورل دي؟ سورل دي يعني لف او دوران. طب تتخيل كده معايا، لو انا عندي جسمين بيلفوا مع بعض، انا افترضت ان الهواء ده جسم وعليه جزء عالق سوليد بارتيكوليتس صغيره، الاتقل الهواء ولا البارتيكوليتس؟ الاتقل البارتيكوليتس. يبقى المنطقي لما اعمل الحركه الدورانيه دي هيولد ايه؟ هيولد سنترفيوجال اكشن او سنترفيوجال فورس. سنترفيوجال فورس دي هتجبر السوليد بارتيكوليت انها تنزل. يبقى دي اول مرحله. المرحله اللي بعد كده هو ان هو يمر على فلتر بقى، تمام، زي مثلا السليلوز ولا حاجه زي كده، اهو بيبدا يشيل من 5 ل 50 ايه مايكرو ملي مايكرو متر رينج. ده الرينج بتاعي اللي انا شغال فيه، يعني يشيل اي حاجه، يعمل كابتشر كده، يعمل سحب لاي جزء او اي بارتيكوليت بيكون من 5 لايه ل 50 مايكرو متر. ده الرينج بتاعي، تمام. طب تعالى كده نشوف شكله. ادي شكله. طب ايه ده؟ هو ده بقى. لو انا دخلت الهواء من هنا ونزل في الاتجاه ده، اول حاجه الحركه دي كده اهو، اللي هي الحركه اللي هو ماشي كده ومره واحده عمل كسره، بيعمل هنا سويرل كده في المنطقه دي، تمام. فبالتالي شويه بارتيكوليتس يقعدوا ينزلوا، صح، يخش هنا على السليلوز ده بقى، الفلتر بتاعي اللي هو السليلوز ده اللي هو بيبقى مكون من السليلوز، يبدا برضو يسحب شويه من المتعلقات اللي مع الهواء، ويبدا يطلع من هنا الهواء النقي يخش الايه للسيستم بتاعي. ده الاير فلتر، ده السيمبل بتاعه جوه الدايره. طب تعالوا نتكلم على البريشر ريجوليشن فالف. البريشر ريجوليتنج فالف، انا مش هتكلم عن الانترنال ديزاين، لان احنا لو قعدنا نتكلم عن الانترنال ديزاين بالشكل ده، تمام، في اجزاء كتير جدا غير مفهومه لو اتكلمت عليه هنا اهو. ففي رسمه تانية احنا حاطينها هي اللي هتفهمنا الكلام ده، وهنشوف كمان فيديو بيوضح لي ازاي انا هبدا اعمل عمليه الريجوليشن للبريشر. يعني ايه اصلا ريجوليشن للبريشر؟ ريجوليشن للبريشر هو ضبط للبريشر. يعني ايه ضبط للبريشر؟ يعني لو البريشر وصل لمستوى معين، لا، يقول لي لا مش هيوقف بقى السيستم، لا ده هو هيطلع جزء من الهواء ده اللي ممثل لزياده في البريشر ويكمل الباقي فلو، تمام. طيب تعالى كده نشوف الكلام ده، هو ده. تعالى كده نشوف الوضع ده، هو وضع ان البريشر بتاعي مظبوط على القيمه اللي انا عاوزها، فبالتالي مفيش اي مشاكل. طب اي بريشر زياده، تعالى كده نشوف اي بريشر زايد، هتلاقي الجزء ده كله الديافرام ده كله نزل. الديافرام نزل. لما الديافرام ينزل ايه اللي يحصل؟ هيسمح
بوجود فتحة هنا صح؟ هو الديافرام لما ينزل يسمح بوجود فتحة في الاتجاه ده، ومعنى كلمة فتحة في الاتجاه ده معناها إن جزء من الهواء اللي داخل ده هيخش هنا في المنطقة دي صح؟ والجزء التاني هيطلع بره يروح للسيستم بتاعي. الجزء اللي راح ده هيعمل له فينت، فينت يعني يطلعه على الجو، أنا مش عاوزه، لأن هو ده اللي ممثل لإيه؟ لزيادة في البرجر. ما كناش نقدر نعمل الحركة دي في الأويل في الهيدروليك سيستم لسبب بسيط، لأن أكيد مش هاخد جزء من الفلويد وارميه في الجو، تمام؟ ماشي؟ طيب هنا في المرحلة بقى التانية، تخيل كده معايا، ركز كده في كل نقطة في الرسمة، هتلاقي هنا العداد الضغط كان قايس إيه؟ رقم هنا، بص هنا زاد الرقم اللي كان قايسه، لكن لو هنا 10 يبقى هنا 12، لو هنا 12 يبقى هنا 14 مثلا، تمام؟ الفتحة لما اتفتحت إيه اللي حصل؟ والله ده في جزء من الهواء أهو اتصرف فين؟ في الفنت، وبدأ يطلع على الجو، والباقي خلاص راح لمين؟ ليه؟ للمخرج. تعال نشوف السيمبل بتاعه، ده السيمبل بتاعه، عايزين برضو نفهم الكلام ده من على السيمبل. والله بيقول لي بص، في الوضع الطبيعي واحد رايح لاثنين، مفيش أي مشاكل، تمام؟ وكده كده اثنين رايح لواحد، كده كده أصلا مفيش باك بريشر يعني، تمام؟ ده كده كده إيه؟ ده مصدر الطاقة، فكده كده مفيش من اثنين يعني، تمام؟ طيب تعال كده نشوف، هتلاقي في إشارة ضغط أهي، بايلوت بتبدأ تحرك من هنا، ده يعتبر الديافرام بتاعي، فيبدأ حركة الديافرام سنة. حركة الديافرام هتعمل إيه؟ هتخلي جزء من الهواء يروح لفين؟ لاثنين، لتلاتة، اللي هو الفنتد، اللي هو رايح على الجو يعني، تمام؟ وجزء التاني يروح ماشي في المرحلة اللي هو رقم اتنين. طيب قبل ما نخش في الاير لوبريكانت، تعالوا نشوف فيديو بيوضح الايه الكلام ده. تعالوا نشوف كده، تعالوا نكبر الشاشة بتاع الفيديو ونبدأ نلاحظ ايه اللي هيحصل. اهو بص، ادي البريشر اهو ماشي عادي خالص، لو مفيش اي حاجه هتلاقي البريشر ده رايح لمين؟ لايه، وخلصنا على كده. اهو بص، اهو رايح لايه، بص بقى، اول ما البريشر زاد اللي حصل الديافرام ده كله نزل صح، واول ما الديافرام نزل هنلاقي ده تاني، اهو بص خلاص البريشر ماشي مفيش مشكله فيه، تمام؟ هتلاقي ايه، بدا في مجاري ورا تبدا ايه تطلعه من الاتجاه ده الحته دي، فيمشي كده عادي عند الايه، هتلاقي عدد الضغط مره واحده زاد، تمام؟ الفيديو بطيء جدا عشان كده في حاجات مش ظاهره. اهو بص عدد الضغط زاد، وبعد كده بدا ايه يخلي الديافرام ده، او بص نزل ازاي وخلى في فتحه هنا وفي فتحه هنا، فاكبر الهواء اللي كان هنا اللي كان كله خارج على ايه، انه يروح فين؟ جزء منه يروح لايه؟ للفنت، تمام؟ للجو يعني. وده السبرينج بتاعي اللي انا بظبط بيه، ده ادجاستبل، ده سكرو، بتبدا انت تلف يبدا السبرينج ده يطلع وينزل، فتحدد القوه اللي انت بتتكلم عنها، يعني من الاخر تحدد البريشر اللي انت محتاج ان هو يعمل الكلام ده عنده من الاخر يعني، تمام؟ طيب ده الفيديو بتاع ده، تعالوا نكمل في الجزء اللي فاضل في اللوبريكانت، تعالوا نشوف شكله عامل ازاي. ايه اللوبريكانت اللي لسه متكلمين عنه في الفيديو اللي فات؟ قلنا اللوبريكانت ده بيكون سائل ماشي، بيكون زيت غالبا ماشي، بس بيكون زيت بيتحط بايه، بنسب محدده، مش ايه، مش هجيب يعني مش هجيب مثلا جيركن واقعد ادب اروح ارامي في السيستم بتاعي، لا ده هو نقط صغيره كده هنتكلم عنها، تمام؟ النقط الصغيره دي هي اللي بتعمل العمليه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي بتقلل الفريكشن، فبالتالي حضرتك مش هت ايه؟ مش هتزود كميه اللوسز، ومش هتزود كميه الوير اللي هو التاكل اللي بيحصل في الاجزاء. برضو على الليبريكان ده بيحط حاجه اسمها ميست، تمام؟ هو البارتيكوليت ده اللي هو اول حاجات النقط اللي انا بحطها في الهواء ده هو الميست، تمام؟ طيب تعال نشوف ايه المشكله، يعني ايه المشكله لما انا حطيت الكلام ده؟ والله ده في مشكله بقى. ايه بقى المشكله؟ المشكله اول حاجه ان الزياده في هذا
النطاق او الزياده في هذا اللوبريكانت هو بيقلل الباور لوسز، ولكن هيعمل حاجه اسمها الايه، الميل فانكشن اوف كومبوننت. ايه الميل فانكشن اوف كومبوننت دي؟ ان الكومبوننت مش تبدا تشتغل بالشكل الطبيعي بتاعها. ما انت لما تزود اللوبريكانت بتاعتها اصبح ان في سموس لدرجه غير عاديه، تمام؟ دي نقطه. طب في حاجه تانية، احنا كنا عمالين نقول المره اللي فاتت ده السيستم النيوماتيك بتاعنا ده كويس جدا، ده السيستم النيوماتيك ده صديق للبيئه. طب وانت لما حطيت لوبريكانت اللي هو اصلا اويل، اللي هو اصلا اتش سي اللي هو الهيدروكربون، يعني هو ده صديق للبيئه ولا مش صديق للبيئه؟ مش صديق للبيئه. يبقى انت كده زودت الايه، المشاكل الايه اللي مع البيئه، واصبح السيستم رايح في اتجاه ان هو يكون غير صديق للبيئه. الكوانتيتي اللي انت بتحطها، تعالى بقى نشوف بقى الكوانتيتي اللي احنا بنحطها. والله الكوانتيتي اللي انا هحطها دي بتكون من 1 لـ10 دروبلتس، يعني نقطه الى 10 نقاط، شايف؟ نقطه نقطه، ماشي؟ مش ايه، مش لتر، نقطه بير كيوبيك متر اوف كومبريسد اير، يعني كل 1 متر مكعب. انت عارف 1 متر مكعب ده قد ايه؟ 1 متر مكعب ده يعني فعلا كميه مهوله، تمام؟ لما حضرتك تحط لها بقى 1 لـ10 هتلاقي حاجة لا تذكر. ليه؟ لأن أنا فعلا هدفي مش إن أنا أخلي الهواء شايل زيت، هو هدفي إن الإيه؟ إن الزيت يعمل لوبريكانت للسيستم فقط لا غير. البريشر سايلنسر، إيه البريشر سايلنسر؟ النيوماتيك سايلنسر، إيه النيوماتيك سايلنسر ده؟ هو المفلر، تعالوا كده نشوف شكله. ده السيمبل بتاعه صح؟ النيوماتيك سايلنسر ده احنا اتكلمنا برضه امبارح عن مشكله من مشاكل النيوماتيك سيستم، الا وهي زياده سرعه، زياده الصوت الناتج عن الكمبريسور، وزياده الصوت الناتج عن الهواء اللي خارج من السيستم، تمام؟ الصوت اللي خارج من الكمبريسور ده ليه علاقه بالديزاين انترنال بتاع الكمبريسور، انا ماليش علاقه بيه دلوقتي. طب تعالى بقى نتكلم في الجزء اللي له علاقه بيه، اللي هو الهواء اللي خارج من السيستم، مش ده بيعمل صوت؟ بيعمل صوت. اعمل ايه؟ ببساطه شديده تيجي على المخرج وتروح حاطط المفلر ده، المفلر او السايلنسر ده بيبدا يعمل خمد لايه؟ للصوت اللي خارج من الجزء ده، فبالتالي بدل ما الصوت يبقى عالي قوي لا بيخمده، بيقلله، عامل زي الدمبر كده. بس ده دمبر صوت، ده دمبر ايه؟ صوت. طيب ده الجزء الثاني خلص، نخش في الجزء الثالث اللي هو الاير كنترول فالفز. احنا مش هنستعرض بريشر كنترول، مش هنستعرض اير كنترول فالفز يعني كتير قوي، تمام؟ لان احنا هنكتفي شويه ببعض، يعني في حاجات احنا قلناها قبل كده في الهيدروليك، فاحنا مش لازم اقعد اقول لك ده 3 على 4 وده 4 على 5 وده 3 على مش عارف ايه والكلام ده كله، تمام؟ طيب اول حاجه هناخد حاجه اسمها الميثود اوف اكتويشن. ميثود اوف اكتويشن يعني ايه؟ يعني الفالف ده شغال ازاي اصلا؟ يعني لما انا اديله اكت، اديله اكت ازاي؟ بايدي ولا بنظام هواء ولا بنظام ميكانيكي ولا بالليفر ولا ايه؟ فكل واحد هتلاقي شكله قدامه وتلاقي ايه جنبه اسمه، ده الجنرال يعني ممكن يكون اي حاجه يعني. ده بوش بوتون، ده ليفر اوبريتد، ده كل ده مانيوال بايدك يعني. في ميكانيكالي بلانجر، في رولر، في ايدل رولر، في سبرينج ريتيرن، طبعا سبرينج ريتيرن ده تهارينا من، وسبرينج سنتر برضه تهارينا من، تمام؟ طيب بعد كده في بقى نظام تحكم بالهواء، يعني ايه؟ والله يجي صار اشاره هواء، اشاره الهواء دي تبدا تعمل ايه؟ تحرك الفالف، ده اسمه دايركت نيوماتيك اكشن. في اندايركت نيوماتيك اكشن، يعني ايه اندايركت نيوماتيك اكشن؟ يعني هواء يفتح مسار لهواء عشان الهواء الثاني هو اللي يحرك الفالف مش الهواء الاول. فهمت الحته دي؟ هو بص دول ده هواء وده هواء على فكره. الهواء ده بيخلي الهواء ده يبدا يتحرك فيبدا يعمل اكتويشن للفالف. في الكتريكال، في الكتريكال، في حاجه اسمها السنجل سولينويد، وفي الدبل اكتنج سولينويد، تمام؟ اللي هو اشاره كهرباء تبدا تحرك قلب مغناطيس يبدا يدي فورس، لان احنا متعودين، احنا قلنا قبل كده اهو مرارا وتكرارا ان الفورس الناتجه عن الكهرباء بتيجي عن طريق الاتي، ان حضرتك بيكون عندك كهرباء وبيكون عندك نتيجه لف المغناطيس بالشكل ده بيتولد عندك مجال مغناطيسي، او مجال كهربي مغناطيسي، مجال الكهربي المغناطيسي مع الكهرباء او الكارنت اللي ماشي بيبدا يعمل فورس، الفورس دي تبدا تحرك الفالف بتاعي. تعال نشوف اول فالف
اتنين على تلاتة. طبعا احنا لسه نقول احنا مش هنقعد نتكلم في اتنين على تلاتة واربعة على تلاتة والكلام ده كله، انا مش هنقعد بقى ايه نتكلم فيه، ولكن برضو نستعرض حاجة سريعة كده. تلاتة على اتنين يعني ايه؟ كأن كنوع من المراجعة. تلاتة يعني تلات بورت، واحد اتنين تلاتة، ماشي. اتنين يعني تو بوزيشن، ادي بوزيشن الاولاني ودي بوزيشن التاني. ايه ده بقى؟ ايه الجديد فيه يعني؟ بص الجديد فيه ان هنا في رولر. الرولر ده بيعمل ايه بقى؟ بص ركز كده، هتلاقيه بيدي اشاره هنا، ماشي. خلي بالك هو بيقول لك ايه، رولر ليفر فالف انترنالي بايلوت. حلوه كلمه انترنالي بايلوت دي، لان ده مش بايلوت عادي، ده انترنال بايلوت. يعني ايه انترنال بايلوت؟ هنتكلم على الانترنال بايلوت. يعني بايلوت يعني نورمالي اوبن. يعني ايه نورمالي اوبن؟ يعني الطبيعي بتاعه لو انا مش دايس هنا هو موصل هواء من واحد لاثنين، ده نورمالي اوبن، تمام. طيب تعالى كده اضغط كده على ده، الرولر ده يبدا ينزل فيضغط على ده، ايه اللي هيحصل؟ والله ده في مش اشاره الهواء دي فاتحه من واحد موديه على اتنين وتلاته مقفول اهو، واحد مفتوحه على اتنين وتلاته مقفول. طب تعالى كده نفترض ان ايه، ان انت دوست على الاكشن ده هنا بالرولر، ايه اللي هيحصل؟ والله ده في جزء من الهواء هيعدي كده ويروح رايح فين؟ فوق، فيبدا ينزل كل ده تحت. فايه اللي هيحصل؟ هيفتح 2 على 3. هو ده لما ينزل كده هتلاقي المسار ده مفتوح، صح؟ على 2 على 3، فيفتح 2 على 3 ويقفل 1 يبقى مقفول تماما. ليه انا قلت internally violet؟ لان اشاره الهواء جايه من الفالف نفسه. يعني هنا بص ركز كده معايا، اشاره الهواء جايه منين؟ هو انا دلوقتي اديت اكت، هل الهواء جاي من بره الفالف وداس على البلانجر ده او داس على البوبيت دي؟ لا ما حصلش، ده الهواء من جوه الفالف اتحرك وراح عشان يدوس على البوبيت، عشان كده سموه انترنال بايلوت. ونورمالي اوبن فهمنا يعني ايه، يعني هو مفتوح بشكل طبيعي. وطبعا السبرنج ده عشان خاطر اول ما الاكتنج دي تروح يبدا السبرنج يرجع كل حاجه مطرح ما كانت. تعال طبعا ده اتهارينا منه، اللي هو دويل فالف اللي هو اند فانكشن ده شكله. والله لو اديت اشاره من هنا واديت اشاره، اديت اشاره من هنا واديت اشاره من هنا في نفس الوقت يطلع اشاره من هنا، لكن ده لوحده او ده لوحده ما يطلعش اشاره، تمام. طبعا لازم طالما الدويل فالف ليز جه لازم الشاطر فالف يجي اخوه، تمام. اور فانكشن بيعمل اور فانكشن. يعني ايه اور فانكشن؟ يعني والله لو جه اشاره من هنا او اشاره من هنا او الاثنين مع بعض يطلع اشاره من اثنين. كويك اكزاوست فالف، طبعا ده فالف اول مره نشوفه، اول مره نشوف الفالف ده، يعني يمكن يكون الرولر والكلام ده كله لو انت بصيت عليه تفهمه. ايه بقى الكويك اكزاوست فالف وايه حكايته ده بقى؟ والله بص هو حكايته حكايه بسيطه، هي عباره عن ان انا عاوز اسرع ايه الاسطوانه في اتجاه معين. قلت لما تحط نيدل فالف اقول لك لا، النيدل فالف ده عشان خاطر اقلل السرعه، ولو انا فتحته على الاخر هيديني ماكسيمم فيلوسيتي. طب انا دلوقتي عاوز ازود السرعه كمان عن دي، اعمل ايه؟ بص هي السرعه مشكلتها بتتناسب مع مين؟ مع اللوسز ومع العوائق اللي ماشيه جوه قدام الهواء. يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه. مش انا كنت بقول ان انا لو عاوز اقلل سرعه الهواء بحط نيدل فالف اقفل عليه واخنق عليه فسرعته تقل، ولا غلط؟ او الفلوريت بتاعه يقل؟ اه ده احنا كنا بنقول كده. طب تعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل. الكويك اكزوست فالف ده هو بستخدمه عشان ازود سرعه البيستون بتاعي. طب ازاي؟ عن طريق ان انا اقلل الريزيستنس اللي موجوده قدامي اهو. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاساس هو ان انت تسمح للاسطوانه انها ترجع بماكسيمم فيلوسيتي، تمام. ازاي؟ او بص، باي ريديوسنج ريزيستنس تو فلو اوف اكزوست، يعني الهواء وهو خارج يعني زي ما بيقولوا ايه، تفتح له المسار كده، تفتح له الباب يتحرك زي ما هو يعجبه. هو ده الهدف، ماشي. ليه؟ ما هو هتقولي طب ما هو هيتحرك زي ما هو يعجبه. هقول لك لا، ده وهو خارج هتلاقيه لازم يمر على البايبس، ماشي، او الايه البايبس اللي ماشيه عند المخرج، ويروح على الفالف ويعدي الفالف وبعد كده يبقى يطلع. يبقى شوف مر على كام حاجه، مر على البايبس. طبعا هي في النيوماتيك سيستم مش بايب، هي بيكون خرطيم، خرطوم يعني، تمام. الخرطوم ده يبقى مر على الخرطوم،
ومر انترنالي جوه الفالف وخرج من مخرج الفالف، يبقى ده اللي حصل صح؟ طيب طب انا مش عايز كل ده، لان ده مصيبه سوده اللي انت بتقول عليه ده مصيبه ماشي. ليه؟ لان كل دي ريزيستنس، فبالتالي السرعه مش هت ايه مش هتزيد تمام. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ فجابوا فالف اسمه كويك اكزوست فالف، يعني بيطلع الاكزوست ايه كويكلي بسرعه تمام. او هو بيقول لك انا بقلل ايه الريزيستنس عن طريق ان انا بفتح الايه المسار بشكل كبير جدا قدام الهواء عشان يطلع بسرعه تمام. طب تعالوا كده نشوف الايه الشكل. طبعا ده شرح اللي انا هقوله دلوقتي على الفالف اهو، شكل الفالف. تخيل كده معايا، لو حصل ان انا عاوز اخرج هواء بسرعه اعمل ايه؟ بص ركز كده معايا اهو، ادي يا عم دلوقتي انا دوست هنا، هو في الطبيعي ان هو فاتح ده على ده يعني من 2 على 3 يعني تمام. ايه 2 على 3 والكلام ده كله هنفهمه من فيديو، في فيديو هنشغله دلوقتي ونتكلم عنه ماشي. طب ايه بقى اللي بيحصل؟ بص ركز كده معايا، ادي واحد لو الهواء داخل من هنا اللي هو يعتبر راجع من الاسطوانه، فهيروح ضارب في مين؟ في ايه؟ في الديسك اللي موجود ده، فيعمل ايه؟ يفتح مسار الهواء على مين؟ على 2 صح ولا كده غلطان؟ طب 2 ده رايح لفين؟ رايح الاتموسفيرك على طول. يبقى شوف شوف ايه اللي حصل؟ ده انا بدل ما اروح اخد من واحد اروح لاثنين، او مش هروح بقى لاثنين، ده انا هاخد من واحد اروح للخرطوم، وبعد الخرطوم اوديه على الفالف، فالف عادي ممكن يكون 2 على 3 4 على 3 زي ما يطلع، وبعد كده اطلعه على اتموسفيرك. ده اللي كان هيحصل صح ولا انا كده غلطان؟ هنا ما عملش كده بقى، هنا بص خد واحد راح رميه على الاتموسفيرك على طول، ارمي حلو. طيب تعالى كده نشوف ده السيمبل بتاعه اهو. بص والله لو انت خارج عند 2 اهو تمام، ايه في اشاره بتيجي من هنا اهو، لو 2 شغال، ده لو 2 شغال في اتجاه الايه الباور، فيدي اشاره فيخلي ايه يفتح 2 على 3، هو ده معناه. ما هو بص ما هو طالما انت اشاره من هنا يبقى الكره دي لو كانت هنا تروح هناك، يبقى معناها 2 هتفتح على 3 حلو. طب في الحاله العاديه، لا ده في الحاله العاديه بقى في حاجه تانية بقى خالص. ايه بقى هي؟ ان واحد يروح رامي الديسك ده على 3 فيقفل 3 اصلا ويفتح لك واحد على مين؟ على 2 تمام، يفتح لك واحد على ايه 2، فبالتالي تلاقيه ايه بدا يطلع الايه الاكزوست بتاعه بشكل سريع جدا. ممكن كمان الهواء طالما مفيش هنا اشاره بتخلي ده مقفول، ما اشاره الهواء اللي هنا دي هتجبر ان ده يكون ده مقفول، فده خلاص طالع على مين؟ من 2 على ايه؟ من 2 على 3 دايركتلي. طب تعالى كده نشوف الفالف بتاعي، تعالى نشوف الفيديو بتاعه. ركز كده، اهو ادي الباور، ادي البريشر عادي اللي هو خارج، اللي هو يعتبر البريشر العادي. يعني ايه؟ يعني لو حصل ان الفالف، مع الفالف ده ممكن يكون في بعض الاحيان داخل له باور، يعني مش بيطلع اتموسفيرك. ركز في الحته دي قوي، لان الحته دي هي مربط الفرس، ان في بعض الاحيان، عشان كده حاطط لك وضعين. في وضع ان اصلا ان الحته المخرج اللي انا عمال اتكلم عنه ده وعاوز اخرج بسرعه الهواء، هو احيانا اصلا بيكون مدخل، يعني احيانا بيكون مدخل. فايه اللي يحصل لو هو مدخل؟ بص ركز كده، دول في الثلاث فتحات بتوعي اهو، ده اللي طالع على الاتموسفيرك فخلاص تمام. بص ركز كده، بص هيعمل ايه؟ عمال يضغط على مين؟ على الديسك ده صح؟ اهو بص ركز اللي هيحصل. انا الفيديو بطيء جدا اهو، بص تمام ركز كده اللي هيحصل. هتلاقي الديسك ده مشي كده، فابتدى الهواء ده يتحرك فين؟ هنا، والريترن كده كده مقفول. ده في الحاله الاساسيه اللي هو خلاص مش هيطلع على الريترن تمام. اهو من بي رايح للايه لاتجاه البيستون بتاعي وبدا ايه يتحرك، فبالتالي هتلاقي ايه، تلاقي
الهواء بدأ يتحرك من هنا راح لهنا، والريتر ده او اللي هو المطلع المشترك ده ايه؟ مقفول. او بص ده مقفول في بطء شديد جدا، هو اللي مخلي الفيديو يتحرك بالشكل ايه. طب بص ده فتح على فتح البي على الايه، ومن البي رايح على ايه، والايه والار ده شغال. ده في الحاله الايه الطبيعيه اللي مفيش اي مشاكل. يعني انا مش دلوقتي مش عاوز ازود السرعه ولا عاوز اقللها ولا عاوز اعمل حاجه، انا عاوز ادخل الفلو عشان خاطر الاسطوانه تتحرك في شكل باتجاه معين. تمام، ده اتجاه. طب تعالى كده نشوف بقى في الحاله الثانيه، هي دي بقى، هو ده بقى الاكزوست بقى، هو ده الكويك اكزوست. بص تركز كده، بيحصل ان الهواء راجع من الايه، ما ده صح منطق ان الهواء هيرجع منين، الهواء هيرجع منين، من الايه صح. بص ركز كده في الحته دي، الهواء راجع لمين، للايه، من الايه اهو. تمام، هنا بقى في ايه، في الاسطوانه بتاعتي وكده، فهو بيدي هواء من الناحيه الثانيه عشان خاطر يحرك الاسطوانه، بيقول لك انا عاوز احرك الاسطوانه بسرعه. فتلاقي الاكزوست ده بقى باور يعتبر بالنسبه لي هنا يعني. تمام، والباور ده كده كده اصلا مش شغال، وخلاص مفيش مسار للهواء ان هو يمشي في الاتجاه ده، لان الهواء خلاص انا وجهته فين، وجهته على مسار تاني عشان خاطر يحرك الاسطوانه في اتجاه معين صح. فيبقى هنا المصدر الهواء هو هنا، فيعمل ايه، بص يروح رامي دي هناك عند الباور، خلاص انا مش عاوز منك باور حلو، فيعمل ايه، فيروح جايب الهواء ده كله ويروح راميه على الار. ده في حاله ان الايه ايه هي اللي بتطلع الهواء، ودي الحاله اللي فيها كويك اكزوست. فهنا انت طلعت الهواء بدل ما توقع، يعني المفروض بقى المنطق ان الهواء ده الايه الار دي بقى ما تكونش طالعه على الجو، لا دي الار دي طالعه على خرطوم، ومن الخرطوم على فالف، وشغلانه بقى تانية. ده الطبيعي. تمام، طيب مرة تانية تعال نقوله. اهو ده تلاتة يعتبر هو ال R بالنسبة لي، وده واحد هو مصدر الباور او مصدر البريشر، وده اتنين هو ال A اللي رايح ليه التانك، اللي رايح قصدي للوحدة بتاعتي. ففي الحالة اللي هو دي هو قفل اتنين تماما، قفل تلاتة قصدي، ده في حالة ان في باور، يعني في حالة ان الاسطوانة مش في حالة الريفرز، يعني مش في حالة الرجوع. يعني ايه مش في حالة الرجوع؟ يعني الاسطوانة بتاعتي هتتحرك عادي، يعني انا مش عاوز هنا ازود السرعة ولا حاجة، في هنا مش عاوز ازود السرعة، فالباور رايحة فين؟ طالعة في الاتجاه ده اهو ماشي. فتعمل ايه؟ تفتح الديسك ده، الديسك ده لما يتفتح يعمل ايه؟ ركز كده، يطلع الهواء على اتنين. طب واتنين ده هو ايه؟ اتنين ده بقى هو مش هو الاكزوست، عشان احنا غلطنا غلطه قلنا الاتنين ده هو الاكزوست، لا تلاته هو الاكزوست. تمام، واحد الباور، تلاته الاكزوست، اتنين هو اللي رايح للسلندر او رايح لايه؟ لمكان معين، هو ده المتصل بالسلندر. تمام، فمن هنا اللي الهواء ده يبدا يطلع في الاتجاه ده. تمام، فيودي على السلندر، والسلندر تبدا تتحرك ماشي، بس مش بسرعه عاليه، هتبقى تتحرك عادي خالص. وتلاته الاكزوست بتاعي مقفول. ركز بقى كده معايا في الناحيه الثانيه، لان هي دي بقى، هي دي الاكزوست، هو ده كده، هو ده بقى نظام الكويك اكزوست. بص الواحد دلوقتي مقفوله اصلا، يعني مفيش باور من اساس، مفيش باور اصلا، مفيش اي باور، يعني مفيش اصلا هواء داخل للبورت. طب انا دلوقتي عايز ارجع الاسطوانه، يبقى المنطقي ان اثنين بتطلع الهواء بتاعها تضربه بره. ركز كده معايا، يبقى اثنين تمشي كده اهو، خلاص دي مقفوله، خلاص انت قفلتها، فيبقى اتنين مفتوح على مين؟ على تلاتة، تلاتة ده اللي هو الاتموسفيرك، اللي انت طالع الاتموسفيرك على طول، فيحصل الكويك اكزوست او يحصل الكويك سلندر. نفس الكلام هنا اهو، بص والله في حالة ان واحد مدي باور، فهيبقى في الحالة دي يبقى واحد ماشي على مين؟ على اتنين اهو، واتنين وتلاتة دي ملهاش لازمة دلوقتي، مقفولة خالص. ليه؟ ما الكرة دي راحت هناك، مع اول ما يكون في باور معناها ايه؟ او بص ركز كده، هتلاقي الكرة دي راحت لازقة في ثلاثة اهو، اللي هي تعتبر الديسك ده لازق في ثلاثة، يعني قفله، قفل ثلاثة صح؟ طب اتنين دلوقتي مفتوحة. طب في الحالة بقى التانية، اه دي اتنين
بدأت تطلع هواء عشان الاسطوانة راجعة وانا عاوز اسرعها، فتلاقي الهواء اللي راجع ده هو راح ماشي كده 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 كده، وبعد كده هنا كان في كورة صح اترمت هناك حلو، ففتح مسار الاثنين على الثلاثة على طول، وواحد كده كده مقفول تمام. ده الكويت الزهوست فالف. هنخش بعد كده في نوعين من انواع الفالفات، احنا اتكلمنا عنهم قبل كده اللي هو الفلو فالف، ده اتكلمنا عليه 17 مرة قبل كده تمام. هو ده شكله وده شكله ويز ايه تشيك فالف، عشان ده هنا لو انا مشيت كده او مشيت كده يعمل خنق للمائع، هنا لو انا مشيت كده يعمل خنق للمائع، لو مشيت كده ما يعملش خنق للمائع، لان هنا وهو ماشي في الاتجاه ده هتلاقي ده مقفول، يبقى ده خلاص بالنسبه لي اوت، يبقى هيمشي كده فلازم يخنق المائع. طب وهو راجع؟ لا ده وهو راجع هيمشي كده، فقدامه خنق وقدامه الطريق الفاضي ده، يمشي في الطريق الفاضي فيبقى ما خنقش وهو راجع بس خنق وهو رايح تمام. الشات اوف فالف، ايه الشات اوف فالف دي؟ برضو اتكلمنا عنه، اتكلمنا على الشات اوف فالف ده مره كده في الهيدروليك. الشات اوف قصدي فالف هو فالف اون اوف، يعني ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما يفتح السيستم يا اما يقفله، من الاخر يفتح يقفل بس، ما عندوش نص يعني، ولا بيقلل فلو ولا بيزود بريشر ولا بيعمل اي حاجه تمام. في ثلاث انواع من انواع البريشر كنترول فالف، احنا اتكلمنا على اول واحد فيهم اللي هو البريشر ريجوليتنج فالف، فانا مش هقعد ايه مش هقعد اتكلم عليه تاني تمام. بعد كده البريشر ليميتنج فالف تمام، يعني ايه بريشر ليميتنج فالف برضه هنتكلم عنه، والبريشر سيكونس فالف. طبعا البريشر سيكونس فالف ده احنا ايه اتهارينا منه تمام، برضه هنشرحه عشان ليه سيمبل معين. انا بتكلم دلوقتي يعني انا حطيت ده عشان السيمبل بس، ليه؟ ما هو هتيجي انت في الامتحان السيمبل بتاع السيكونس فالف في المره الاولانيه في الهيدروليك كان غير النيوماتيك، لازم انت تكون عارف شكله كده، لازم تكون عارف شكله كده صح. فبالتالي حضرتك لازم ايه، لازم تكون فاهم فكره عمله، لازم تكون شايف بالنسبه لك الفالف ده شكله عامل ازاي والسيمبل بتاعه عامل ازاي عامل ازاي. بعد كده هنتكلم طبعا عن الليميتنج الاول فالف، وبعد كده البريشر سيكونس فالف. يبقى احنا كده خلصنا انواع الفالفات البريشر، هيتبقى نوع فريد لا يمكن، ده ما حصلش خالص في الهيدروليك، ما اتكلمتش عنده في الهيدروليك تماما ولا من بعيد ولا من قريب، هو التايمنج فالف، حاجه اسمها التايمنج فالف او حاجه اسمها الكومبايند فالف. يعني ايه كومبايند فالف؟ كومبايند فالف يعني ايه؟ يعني انت حاطط فالف جنب فالف جنب فالف، طلعوا لك فالف جديد بيعمل هدف او بيعمل حاجه الثلاثه الاولانيين كل واحد منهم على حاجه ما كانش بيعملها، هو ده الكومبايند فالف. هنتكلم عنه هنتكلم عنه لان ده مهم جدا جدا جدا، اللي هو التايمنج فالف ده تمام. كده احنا خلصنا الجزء اللي احنا ايه اتفقنا عليه دلوقتي.